رغم من تأكيدات الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بوجود قوات ضاربة جاهزة للتصدي بحزم لأي محاولات تمس بالعمليات الانتخابية أو سلامة المواطن. هذا وشهدت بعض المحافظات خروقات أمنية كإطلاق نار بالقرب من المراكز الانتخابية، وحصلت الرشيد على مقاطع مصورة تظهر اندلاع مشاجرة بين شرطة وناخبين بالقرب من مركز انتخابي في محافظة نينوى، كما حصلت مشاجرة أخرى وإطلاق نار بالقرب من مركز انتخابي في محافظة ديالى، فضلا عن مقاطع مصورة تظهر ناخبين يحملون هواتف نقالة داخل مراكز الاقتراع. لا غلطة.